مع كريم عبد العزيز في وش تاني، يمكن دي تجربه برضو اتعرضت في الحياه وكان واخد يمكن من اعلى نسب المشاهده في رمضان. شايفاها ازاي لما قارنيها بتجربتك مع عز في اكسلانس؟ هي يمكن وش تاني كان يفرق شويه عن اكسلانس، لانه يمكن ده كان دور البطوله النسائيه، ويمكن دي مسؤوليه كانت بالنسبه لي دلوقتي، او مسؤوليه عليا ان انا ما بعرفش انقي ادواري، اختيار صعب. ما بيجي لي ورق دلوقتي ما بعرفش اوافق عليه بحجم الدور وبحجم الشخصيه نفسها، بحس انها ضعيفه مش بقوه وش تاني او اكسلانس. ما تندميش ان انت برأتيها، لو كنت ثبتتي عليها تهمه سالم الجرح ما كانش هيسيبك. دي كانت عايزه تموتني يا سيد، كانت عايزه تموتني انا واللي في بطني. ربنا نجاكي. انا مش عارفه هنام معاها في بيت واحد ازاي، هاكل معاها في طبق واحد ازاي. طول ما انا جنبك ما تخافيش، محدش هيعرف يرمي الشعره منك. وما تخافيش من بسنت، بعد اللي حصل النهارده هي اكتر واحده هتحافظ على حياتك، عشان لو حصل لك حاجه النيابه هتتهمها هي. حقك من سالم الجرح وبسنت هيرجع لك. انا جوه صدق جت عليها لحظة وصدقت إنها ماتت فعلا، موتوا كل حاجة فيا، علموني هنا يعني إيه تموت بالحياة. الدور كان صعب، وكمان أنت كان قدامك ممثل كبير أستاذ حسين فهمي. طبعا. تعاملتي معاه إزاي أوف ريكورد بقى بره في الكواليس؟ لا أنا أستاذ حسين يمكن أنت كنت بتلعب بدور صعب الحقيقة، وشخصية مش سهلة. هو انا اشتغلت مع استاذ حسين كتير جدا، ده خامس عمل تقريبا، فاحنا عارفين بعض كويس قوي. وهو نفسه انا دي انا شهاده انا اعتز بيها منه بصراحه، قالها لناس كتير وقالها في الصحافه، انه انا بنبسط بالشغل مع منى وهي مريحه وفي بيني وبينه كيمياء، فدي بالنسبه لي شهاده نجم كبير. انا كمان يعني باخد منه كتير، ممثل رهيب بجد يعني ليه هيبة، ويمكن ده في تاريخي انا شرف ليا ان انا اكون واقفة قدام حسين فهمي. وانت بقى عايزني اروح النيابة اقول ايه؟ عايزني ادافع عن واحدة كانت عايزة تموتني انا وابني؟ انا مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق كرهها ليا يوصل للدرجة دي. الموضوع كله بقى في ايدك دلوقتي، كل اللي بطلبه منك انك ترحميها. انا مش هقدر استحمل انها تدخل السجن يوم واحد. لكن تقدر تتحمل ان انا اموت؟ أنا وابنك اللي بتتمناه من الدنيا، مش كده؟ كانت غلطة منها، وأنا هحاسبها عليها، إنما السجن لا، لا. ياه، أول مرة أشوف الدموع في عينيك من يوم ما شفتك. فين جبروتك؟ فين قسوة قلبك اللي عشت فيها أيام وشهور؟ ده سيد قالك إن أنا في المستشفى بموت تعبانة، ما كلفتش خاطرك تتصل تطمن عليا بالتليفون. النهاردة بتعيط؟ والضعف مالك عشان خاطر بنتك؟ عندك حق في كل اللي انت بتقوليه، بس انا وهي مصيرنا بقى في ايدك دلوقتي. كلمه منك هتغير كل حاجه وهتخلص الموضوع، والترضيه اللي انت عايزاها انا هعملها لك. لا مؤاخذه يا هاني. في ايه يا بشير؟ في عسكري من النيابه جايب لحضرتك استدعاء ومستني تحت عشان تمضي عليه. طب قوله شويه ونازله. ريهام